قوم يا اصواتكم حق اليوم الوطني للقراءة ولا إيه؟ عطنا ايات اللي تحفظها من سورة النور اللي ودك اللي انت تحفظها. يلا بسم الله. اي شيء اذكر الله يا اخواني. ما شاء الله. سورة البقرة. يا سلام. يلا استعذ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وقال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يفتح عليك يا حبيبي. ما شاء الله. لا قوة إلا بالله. وش هالصوت الزين يا ناصر؟ لا ترى متعب اليوم. بسم الله عليه. ناصر بالمناسبة هو ابن الأستاذ المربي الفاضل يحيى بن ناصر حمدي. أنا مؤكد. ناصر عمره 10 سنوات. في الخامس.